حمدا يوافي نعم الله تبارك وتعالى علينا ويكافئ مزيدا. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلاه؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه. والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. لك الحمد ربنا كما تحب وترضى، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيدي وحبيبي يا رسول الله، يا خير مخلوق وأفضل مرسل، وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا. أنوارك العظمى إذا ما أشرقت يوم القيامة، فالورى سعداء. اللهم صل على سيدنا محمد جميل الذات وكامل الصفات، وسيد السادات ونور الموجودات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد، الذي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صل اللهم على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار المهاجرين والأنصار، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم آمين آمين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الكلام الطيب في هذا الشهر العظيم، في هذه الأيام المباركة العشر الأول من ذي الحجة، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مشاهدينا الكرام، تقبل الله طاعتكم، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أحرص وأدوم. اتعلمنا أن العشر الأول من ذي الحجة أحد النفحات الربانية العظيمة
التي ينبغي أن نتعرض لهذه النفحات. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. يعني حاول على قد ما تقدر تغترف من هذه النفحات، تأخذ من هذه الخيرات والبركات والنفحات. ليه يا رسول الله؟ قال لعل أحدكم تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. يا سلام يا سلام، في العشر الأول من ذي الحجة يتجلى ربنا علينا، فيجد الإنسان بيحافظ على الصلوات في أوقاتها في المسجد، يجد الإنسان دائم الذكر لله تبارك وتعالى، ذكر باللسان وذكر بالقلب. الله تبارك وتعالى يطلع علينا في هذه الأيام، يجد الناس صيمة لوجه الله. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، يعني إيه أشد أنواع القربات، إزاي الإنسان يتقرب لربنا سبحانه وتعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصوم فإنه لا عدل له. من جدوى الأعمال السادة المقيمين اللي لم يقدر لهم السفر للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام، من أهم جدوى الأعمالهم قلنا 1 ويذكر اسم الله في أيام المعلومات اللي هي العشر الأول من ذي الحج. وذكر الله يا حضرات ليس فقط باللسان، احنا عايزينه بالقلب، القلب واللسان. الله تبارك وتعالى يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يعني في ناس بتذكر ربنا باللسان، طب فين ذكر الله بالقلب؟ فين الخشية؟ فين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ فين وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة؟ فين القلوب اللي عامرة بذكر الله فتجد فيها الرقة والرأفة والرحمة؟ الله يقول في القرآن ثم تلين جلودهم وقلوبهم، قلب لين كده، قلب لين، مش قلب والعياذ بالله مريض في قلوبهم مرض، أو قلب قاسي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، كان الحديث لبني إسرائيل في هذه الآية. يبقى ذكر الله تبارك وتعالى. اللي صعبان عليه انه ما سافرش الحج نقول له لا ولا تزعل، حديث في سنن ابي داود، النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم. واضحة؟ هقولها كمان مرة، من خرج من بيته متطهرا، واحد اتوضى في بيته وخرج، ليه خرج؟ رايح يشتري كيلو سكر. لا، رايح يصلي في المسجد. من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة، رايح يصلي صلاة في المسجد صبح ظهر عصر مغرب عشاء، فأجره كأجر الحاج المحرم. بنحافظ على الصلاة في أوقاتها. قلنا ذكر الله تبارك وتعالى، قلنا الصيام حاجة مهمة جدا عايزين نتعرض لها النهاردة بالبحث والدراسة. فعل الخيرات، ما هو النبي قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها. إيه العمل الصالح ده؟ الخير يا حضرات، فعل الخير اللي ربنا علمنا في القرآن وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وخير الناس عند الله شخص تحلى بالمكارم والصفات، إذا جالسته يوما تجده لطيف القول موصول الثبات، وإن فارقته تشتاق دوما لرؤيته بدون مقدمات. أحسن واحد عند ربنا تحس أنه إنسان جميل رقيق قوله لطيف، تقعد معه تحب القعدة معه، ولما تفتقده تشتاق دوما لرؤيته بدون مقدماته. لما يغيب عنك شوية تقول والله فلان ده وحشني، ده خير الناس. توصل للدرجة دي ازاي بقى؟ بفعل الخيرات. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر أوقات وساعات. وأكرم الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. أكرم واحد حضرات من بين الورى، من بين البشر كلهم، رجل تقضى على يده للناس حاجاته. لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، فمات قوم
وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. مات قوم وما ماتت فضائلهم. عايزين ربنا يكرمنا نغرس خير ونزرع خير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. افعل الخير في أهله وفي غير أهله، ما تقولش أنا هعمله، اعمله لأي حد. أقول لك اعمله حتى اسقي حيوان، أقول لك تعال على قطة كده طبطب عليها. اعمل أي خير، والله العظيم ما بيضيع. يا حضرة مين معنا؟ يا ملك اتأخرت عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا يا ملك، اتفضلي. كل سنة وانت طيب. كل عام وأنت والمشاهدين كلكم بخير يا رب، اللهم أمين. اتفضلي يا ملك. بعد إذنك يا شيخ، عايز أسأل حضرتك سؤال. طب وطي التلفزيون يا ملك تماما واسمعيني من التليفون، الله يسترك. يلا اتفضلي. لو سمحت يا شيخ، وأنا لو عايزة أصوم الأيام دي وأنا كان عليا أيام ما صمتهاش، ينفع ولا لأ؟ حاضر هجاوبك. وبعد اذنك لو انا ما صمتش، يعني لغايه دلوقتي لسه ما صمتش ايام منهم، طيب ينفع اكمل الايام الباقيه ولا لا؟ حاضر ماشي. شكرا ليكي، كل سنه وانت طيبه يا ملك، ربنا يتقبل ان شاء الله. اخونا الكريم صديق البرنامج امير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا حاج امير. أريد تفسير بس الآية يا مولانا، الرحمن على العرش استوى. حاضر يا حبيبي هجاوبك. شكرا ليك. الله يجزيك خير يا مولانا. شكرا. الرحمن بعد إذنك آية يخرج منها اللؤلؤ والمرجان. حاضر شكرا ليك يا حبيبي. الله يجزيك خير يا مولانا. شكرا ليك. حاضر. يا أم هشام سلام عليكم. أم هشام. أيوه ازيك يا شيخ رمضان. أهلا أهلا وسهلا ومرحبا. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيبه وصحه وسعاده وكل مشاهدينا يا رب. اتفضلي. ربنا يخليك يا شيخ رمضان ويديك الصحه. واياك. بنستنى البرنامج والله كل يوم بنتفرج على حضرتك. الله يكرمك ويسعدك يا ام هشام. اتفضلي يا ام هشام سؤال حضرتك. انا عايز اسالك سؤالين بس. اتفضلي. انا وانا في العمره كنت بطوف من اول اللمبه الخضراء. حلو قوي. فجيت يعني عند الساس، عند سابع صوت، انا كان معايا لما اوضع خف وكده برميه عشان ما انساش. ايوه. فمش عارف انا يعني حقيقه ولا اعمل ايه وبعدين. مش عارفه مش عارفه ايه؟ ايه اللي حصل؟ مش عارفه ايه؟ لا اللي حصل ان انا رميتهم السبعه. رميت ايه؟ رميت اربع سبع حصوات كنت واخداهم عشان ما انساش وانا بطوف الكعبه. طيب. كل طوق شوط طوفيه تقومي رمي حصى؟ عشان ما انساش. طيب حاضر هجاوبك. شكرا ليك. السؤال الثاني، ابني كان صايم وبيصلي وما بيسيبش فرض، فنسي وشرب ميه. حاضر. تقبل الله صيامه صحيح. ابو محمد سلام عليكم. السلام عليكم يا فضيله الشيخ. عليكم السلام يا سيدي ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا ابو محمد. الشيخ انا بتواصل مع حضرتك من شهر رمضان. على عيني. انا بتواصل مع حضرتك من شهر رمضان واتصلت بحضرتك مره وقلت لي اتصل بيا بعد صلاه القيام وبعديها بفتره مع حضرتك. امرني يا ابو محمد. الامر لله يا فضيله الشيخ. الامر اللي انت كنت عارف ان انا ظروفي صعبه وقلت لحضرتك عده مرات ان انا عليه فلوس وقلت لي تواصل معايا. طيب خد انت معاك تليفون يا ابو محمد. ايوه يا شيخ. طيب بعد البرنامج ان شاء الله ابعت لي رساله يا سيدي ونشوف ايه المشكله دي. حاضر على عيني. ماشي يا فضلت. شكرا يا ابو محمد. كل عام وانتم بخير يا سيدي. يا اختنا سهام السلام عليكم. ايوه السلام عليكم يا حاجه سهام. اهلا بيك. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة. لو سمحت انا سبت فوق 70 سنة. ايوة. وحجيت سنة 79. ايوة. وبعد ما حجيت وكان معايا جوزي الله يرحمه. الله يرحمه. فالمهم حجينا حج متمتع. طيب. وعملنا العمرة واحرمنا وكل حاجة. المهم وطلعنا وحجينا. بعد ما رحنا منى يا شيخنا وصلنا منى طبعا قعدنا يومين فيها والثالث نزلت على اساس عملنا ايه الطواف بتاع الاخير بتاع الافاضه. الافاضه بعد الطواف يا سيدنا
ما عملناش سعي لنا ولا زوجي. طيب طفنا بس طبعا وما فيش سعي وسافرنا رحنا نازلين على المطار على طول. طيب فالحكم ده ايه بقى في الناحية دي؟ انا عرفت المعلومة دي دلوقتي من طبعا برامج ربنا يبارك فيكم اللي بتوضحوه لنا في الحج. طبعا فات عمر طويل ولا سعينا طبعا ولا حاجة. اي نعم عملت بعديها عمرتين تانيين بس طبعا ما كانش فيه الموضوع ده خالص. حاضر خالص. فأرجو انت تفيدني احسن. انا بصراحة الاول انا على الحجة بصراحة. لا 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 الاول انا لسه اقول الاول قبل الله حجك يعني حجتك مقبولة ان شاء الله تقبل طاعتكم وزوجك الله يرحمه رحمة واسعة تقبل الله. حاضر هجاوبك يا حاجة سهام. شكرا لك يا ام ياسمين. سلام عليكم. الله بركاته يا سيدنا. اتفضلي يا ام ياسمين. انت حبيبي يا شيخ رمضان ربنا يكرمك يا رب. الله يكرمك يا ام ياسمين. الله يكرمك. دلوقتي انا عايزه حضرتك وانت في الحج ان شاء الله هتروح وترجع بالف سلامه. الله يكرمك. الله يسلمك يا رب. تدعي لياسمين بنتي بالزوج الصالح ابن الحلال. حاضر. ربنا هي وبنات المسلمين كلهم. امين يا رب. امين يا رب. ولهشام ولهشام ابن امانه عليك يفك كربه ويرزقه بنت الحلال اللي تخاف الله ان شاء الله. حاضر. هو وشباب المسلمين يا رب باذن الله تعالى. حاضر. جزاك الله كل خير. جزانا واياكم. روح بالف سلامه وترجع بالسلامه. اسلام. ربنا يذكرك بهذا الدعاء ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. الله يكرمك. ان شاء الله ادعي لكم جميعا والله ان شاء الله رب العالمين. شكرا يا ام ياسمين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إن شاء الله الصحبة كده ونحج كلنا مع بعض نطلع رحلة حج كده الكلام الطيب جماهير الكلام الطيب إن شاء الله. يا حاجة زينب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا ومرحبا. كل عام وانت طيب. كل عام وحضراتكم بخير وصحة وسعادة وسكينة وطمأنينة ورحمة بال وصلاح حال ان شاء الله. امين يا رب العالمين. يجازيك خير يا رب. وإياه. في ايه في سوره آل عمران. ايوه الايه 153. ايوه اذ تصعدون ولا تلوون على احد إذ والرسول. انا هقولها انا هقولها إذ انت قولها عشان انا اعرفها منك بقى. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم. الآية دي جميلة أنا شرحتها قبل كده بس لعلك ما خدتيش بالك منها حاجة زينب هشرحها لكم برضو إن شاء الله. الآية دي أحد الآيات اللي نزلت في غزوة أحد قرابة 60 آية نزلوا في غزوة أحد بمناسبة غزوة أحد وتسجل مشاهد في غزوة أحد تسجلت في سورة آل عمران وكان العجيب إن القرآن يقول فأثابكم غما بغم. هي مش فأصابكم أثاب 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 من الثواب الغم هو فأثابكم غما بغم. إيه ده؟ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. غريبة قوي هنشرحها إن شاء الله. مين معنا؟ يا حاجة فاطمة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاجه فاطمه؟ ازيك يا دكتور؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وصحه وسعاده واياكم يا رب. اتفضلي. بقول لحضرتك انا عليا ايام كتير قوي ما صمتهاش كان عندي مرض. الف سلامه عليك. دلوقتي ممكن اطلع صدق اضحيه؟ حاضر هجاوبك هجاوبك يا حاجه فاطمه. شكرا ليك. يا هديل السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ رمضان؟ اهلا وسهلا ومرحبا. اتفضلي يا هديل. كل سنه حضرتك طيب. وحضرتك وبصحه وسعاده ان شاء الله. من فضلك يا دكتور انا عندي سؤالين. انا كنت رمضان اللي فات كنت حامل فعليا 18 يوم تقريبا. ايوه. اي ايام برضو من رمضان اللي فات فهل ينفع اصومهم في الايام دي بنيه اللي فات ولا يعني حاضر. الدرجه دي ولا لا؟ حاضر. السؤال الثاني هي شغلانه الميك اب ارتست فيها حرمانية اللي هي اي فهمت تبين العروسة يوم الفرح. فهمت فهمت. حاضر شكرا ليك. يا اختنا صفاء السلام عليكم. عليكم. يعني يا ريت توطي التلفزيون. الله يكرمك يا حاجة صفاء. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا حاجة صفاء اهلا بيك. وطي التلفزيون الله يسترك. وطي التلفزيون. ينفع انا اعمى عمره؟ ينفع انا اعمى
ينفع. انا قاعده مع اخويا. ايوه طب اسمعي كلميني من التليفون وطي التلفزيون الله يسترك. ايوه يا صفاء اتفضلي. مش عارف ايه اللي حصل. ينفع تعمل عمره؟ طبعا ينفع تعمل عمره بس انا مش عارف يعني هي تقصد ايه. مين معنا؟ طب معلش يا حاجة صفاء مش عارف يعني هي تقصد ينفع تعمل عمره ان شاء الله يعني معانا في الكلام الطيب لما ربنا يمن علينا كده ونعمل عمره ينفع مش ولا ينفع تعمل عمره؟ انتوا عارفين السيدات دون اقل من 45 سنه ما تاخدش تاشيره عمره الا ومعها محرم. فوق ال 45 بيسمحوا انه يديها تاشيره طالما في رفقه امنه، حتى بيكتبوا لها في التاشيره كده عصبه النساء، يعني طالعه في مجموعه يعني. يبقى النهارده حبيت يكون موضوع حلقتنا اللهم انا نسالك فعل الخيرات. الناس للناس ما دام الوفاء بهم. يعني كلنا البعض وكلنا نخدم بعض وكلنا نعاون بعض وكلنا نتوسط لمصالح بعض. والنبي قال اشفعوا تؤجروا، واروح اقول لفلان الله يسترك خد ده ما عندوش شغل خده شغله شوف له اي شغلانه عندك اهو يفتح بيته. الناس للناس ما دام الوفاء بهم. والعسر واليسر اوقات وساعات، واكرم الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. لا تقطعن يد المعروف عن احد ما دمت تقدر، والايام تارات. واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات، فمات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته. الأيام طارات، أنت النهاردة بتفيد غيرك بكرة هتحتاج اللي يفيدك في مكان ما. فطالما أنت النهاردة بتفيد الآخرين وبتقدم الخير لهم وتفعل الخير لهم، بكرة ربنا سبحانه وتعالى هيسخر اللي يخدمك. والله بكرة ربنا هيسخر اللي يعاونك ويقدم لك الخير عشان انت عملته النهاردة. يقولك اعمل الخير ورمي البحر، ولا حتى لو رميت البحر الموج هيرجعه لك انت تاني. ازرع جميلا ولو في غير موضعه. ما تقولش ده فلان ده ما يستحقش او فلان ده ما يستاهلش. لا، إذا كان فلان ما يستاهلش أن ياخد الخير، أنت تستاهل أنك تعمل الخير. ازرع جميلا ولو في غير موضعه، فلن يضيع جميل حيثما زرع. والله العظيم الجميل ما بيضيع، والله العظيم الخير ما بيضيع. فلن يضيع جميل حيثما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يحصده إلا الذي زرع. الجميل مهما يطول الانسان اللي عمله هو اللي يحصده. عشان كده لما احنا بنيجي اهو في شهر ذي الحجة بقول لكل زوجة شايفان النهاردة، خلوني بقى اخش في البيوت شوية كده، عاملي حماتك كويس. ده بتعمله بس عامليها، انت بتعملي خير مع حماتك، انت اللي هتحصد الخير ده. ربنا هيبعت لبنتك اللي تشيلها في حباب عينيها. بنتك بكرة هيبقى ليها حما. شوفي سبحان الله. والايام دول، الايام تارات. مش انا لسه بقول لكم دلوقتي في الابيات اللي انا بقولها الابيات الجميله، والعسر واليسر اوقات وساعات، وبعدين والايام تارات. الايام بتلف، اللي فوق ممكن يبقى تحت واللي تحت يبقى فوق، فالايام تارات. فتعمل الخير النهارده والله هتحصدوه بكره. اعملوا الخير لوجه الله تبارك وتعالى، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. عايزين مش بس هنفعل الخير، لا، احنا كمان هنسارع في الخير زي انبياء ربنا، زي رسل الله، اولئك الذين هدى الله. الله قال عن انبيائه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. مهما كنت تعبان، والله مهما كنت مرهق او مجهد، ما تكفش خيرك، ما تمنعش خيرك عن حد. منع الموجود سوء ظن بالمعبود. تعال نشوف سيدنا موسى الكليم رئيس انبياء بني اسرائيل، خرج منها يعني من مصر
خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. راح فين سيدنا موسى؟ توجه تلقاء مدين، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. عسى للتأكيد مش للترجي، مش يعني احتمال. ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، لقى الناس أعزكم الله بيسقوا الأنعام والمواشي بتاعتهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان على جنب كده، قال ما خطبكما؟ انتوا ليه مش بتسقوا زيهم كده؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني الدنيا زحام كده مش قادرين ندخل، واحنا بنتين، واللي خرجنا بالغنم بتاعتنا ان ابونا شيخ كبير ما يعرفش هو يخرج بالغنم دي. سيدنا موسى بقى اللي بلا سكن، اللي بلا طعام وشراب، اللي بلا مكان يستريح فيه، اللي لسه جاي من عناء السفر، والسفر قطعة من العذاب، قال انا تعبان، هو انا قادر اساعد نفسي لما هساعدهم؟ بشوف حالي الاول وبعدين بشوف حال غيري. لا، فسقى لهما في، وهو سبحان الله، بقول لحضراتكم بلا سكن بلا طعام بلا شراب، فسقى لهما ثم تولى الى الظل، ام قعد تحت شجرة كده يستريح، ثم تولى الى الظل، قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فجاءته احداهما، جات له العروسة، والعروسة جابت السكن وجابت الشغل كمان، واشتغل عند سيدنا شعيب سبحان الله. قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج. يشتغل سيدنا موسى في خدمته 8 سنين، فان اتممت 10 فمن عندك. يا رسول الله، يا ترى سيدنا موسى اشتغل 8 ولا كمل 10؟ لكن كريم قوي سيدنا موسى، كمل 10 سنين. يبقى احنا عايزين نقول احنا في ذي الحجة حضرات، الله يكرمكم، لا تمنعوا يد الخير عن الناس، حاول تعمل خير على شتى المستويات. ابدأ الوالدين، الأقربين، اليتامى، المساكين، الجار ذي القربة، الجار الجنب، الصاحب بالجم، كل المستويات. ومعانا يا أم شهود، اتأخرت عليك معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك يا أم شهود، اتفضلي. أم شهود. أم يا فندم؟ سجود. انا قلت ايه شهود دي برضه. والله معلش العتب على السمع. سجود صح، ربنا يعزك يا رب. اتفضل. والله حضرتك يا شيخ رمضان انا في كرب كبير قوي، وربنا سبحانه وتعالى الهمني ان اكلم حضرتك، تكون سبب كده ان شاء الله انت واهل برنامج الكلام الطيب في سكة دقيقتي. انا جوزي يا شيخ رمضان والله العظيم يعني اقل من محدود الدخل، هو شغال اقل من محدود الدخل، شغال يعني على باب الله، واحنا ساكنين في بورسعيد في مفروش، والمفروش علينا غالي، وبقالنا فتره مقدمين في الاستمارات، واسمي نزل الحمد لله مرحله اولى ان شاء الله، ان شاء الله هستلم في شهر 10، بس هم زودوا علينا الفلوس وهياخدوا 10,000 جنيه، واحنا كل ما نحوش حاجه يطلع لها ديون ونسدها، كل ما نحوش حاجه اقول مش مشكله، الدين اولى اللي هو يسد، الدين اولى اللي هو يسد، واحنا هنستلم الشهر الجاي باذن الله، واحنا ما معناش حاجه، وانا معايا بنت صغيره لسه بترضع عندها 7 شهور، وكلمت واحده صاحبتي من اسبوعين عشان تشوف لي شغل عند واحده ست كبيره اخدمها واساعدها بحيث اللي هي تراضيني باي حاجه عشان اقدر اساعد جوزي واقف جنبه. وبرضك الفلوس مش مكفيه والظروف مش مكفيه. أيوه. وربنا اللي عالم بيه. ان شاء الله ربنا يفرش كربك يا ام سجود. تواصلي معنا بعد الهوا، ابعتي لي رساله على التليفون، وان شاء الله ربنا ييسر كده، ويعني يتم دفع المقدمه للسكن بتاعكم ان شاء الله، وربنا يصلح لكم الحال، ونسال الله تبارك وتعالى ان يبسط لكم الرزق، اللهم امين. يا مصطفى السلام عليكم. يا مصطفى، يا عم مصطفى. معلش يا استاذ مصطفى. يا نعمة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا حاجة نعمة اتفضلي. يا حاجة نعمة الله يخليك. بقول لحضرتك، هسأل بس حضرتك سؤال. كان عندي ليا أختي جوزها توفى، وبعدين قالوا المفروض إن هي تقعد 4 شهور و10 أيام ما تخرجش خالص، هي كبيرة، هي فوق 60. أيوه. فهل لو جت عندي مثلا قضيت يوم وروحت بعد كده أو حاجة، في مشكلة؟ حاضر. حاجة وبي. دي حاجة.
تاني حاجة معلش عايزة بس تليفون حضرتك وتليفون الشيخ عبد الباسط. حاضر، شكرا ليك يا حاجة نعمة، وان شاء الله جواب حضرتك حاضر. طيب، يبقى اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، ده كان طلب للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أحد الأدعية اللي كان بيدعي بها النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات. عايزين يا حضرات في العشر الأول من ذي الحجة ربنا يجعلنا كده من الذين يجري الخير على أيديهم إن شاء الله. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير يا رب، اجعلنا كلنا مفاتيح للخير. يا سلام، ربنا يجعلك في سبب سعادة إنسان، في فك كرب إنسان، في هداية إنسان، في شفاء إنسان، في زواج إنسان، في سكن يا في تعليم إنسان. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير. فرسول الله علمنا طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ونلتقي بحضراتكم بعد هذه الاستراحة القصيرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم مجددا. من الحاجات الهامة جدا اللي هنعملها في العشر الأول من ذي الحجة هو فعل الخيرات لأهله ولغير أهله، هنعمل خير للدنيا كلها. افعل الخير في أهله وفي غير أهله، إن وافق أهله خير وبركة، وإن لم يوافق أهله فأنت أهله، حضرتك أهل الخير فلازم تعمله. حمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام 90,000 درهم فما استراح حتى نفذت، وزعها كلها، ما قال لا قط إلا في تشهده، يعني عمره ما قال لا، ما عدا أشهد أن لا إله إلا الله، هي دي لا الوحيدة اللي كان بيقولها، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. تعالوا نشوف أسئلة حضراتكم. جالي سؤال من الكنترول من الشباب بيقولوا مش ربنا قال سيدنا إبراهيم وأذن في الناس بالحج؟ طب كان بيأذن في مين بقى؟ مش كانت الدنيا صحراء واد غير ذي زرع؟ ما هم لو 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 في الكنترول بيركزوا معايا كان عارف ان انا شرحت الكلام ده قبل كده. سيدنا ابراهيم لما ربنا قال له واذن في الناس في الحج، قال له يا رب اقول لمين وصوتي هيجيب مين ومين هيسمع صوتي؟ قال له لا، انت عليك الاذان، انت بس اطلع كده اذن مالكش دعوه، وربنا هيوصل للناس كلها. فطلع سيدنا ابراهيم على جبل الصفا وقال كده يا حضرات: أيها الناس، أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. عرفنا، أنا قلت الحج يعني إيه؟ الحج يعني القصد، الحج يعني القصد. إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، أي اقصدوه، تعالوا بيت ربنا. فسبحان الله العظيم، ربنا وصل صوت سيدنا إبراهيم الى البشر. فالنطف في اصلاب الرجال والاجنه في ارحام النساء لبت،
اللي لبى مرة هيروح مرة، اللي لبى 50 مرة هيروح 50 مرة. عشان كده احنا لما بنحرم بنقول ايه؟ لبيك اللهم لبيك. ايه؟ انت بتلبي النداء ان ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فبنروح ربنا يمن علينا ونحج البيت ان شاء الله. تعالوا يا ملك، هي عليها ايام من رمضان، واللي زيها مين؟ هديل برضو زيها، كانت عليها ايام 18 يوم فترتهم في حالة كانت البيبي ولدها سواء ذكر او انثى يعني. فنعمل ايه؟ هل ممكن اصوم بنيتين؟ ممكن تصوموا بنيتين، ممكن نصوم بنيتين، ممكن نصوم بنيتين، ممكن نصوم بنيتين. بأكد اهو، واحدة عليها 10 ايام 5 ايام من رمضان هتيجي تصوم في ذي الحجة بنية ان هم ايام من اللي عليها، وهم نفسهم تقربا الى الله تعالى كعمل صالح في العشر الاول من ذي الحجة. طيب ملك بتقول انا ما صمتش اليوم الاول والتاني، ينفع تكمل بقى اللي تقدروا تصوموه؟ تصوموا 9 ايام خير وبركة، تصوموا 7 بس خير وبركة، تصوموا 6 خير وبركة، اللي تقدروا تصوموه من 9 الاولين من ذي الحجة. بس ركزوا قوي 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 على صيام يوم عرفة، لانه يكفر سنتين، سنة مضت وسنة قادمة. اخونا امير سأل عن قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى. هناك مجموعة من الايات القرآنية احنا كنا ندرسها واحنا طلبة في الازهر الشريف في علم العقيدة، زي يد الله فوق ايديهم ويبقى وجه ربك فإنك بأعيننا، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، الرحمن على العرش استوى. يعني إيه؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. يعني أنا مؤمن بأن الرحمن على العرش استوى، استوى إزاي؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، معرفش معرفش، ليس كمثله شيء. والإيمان به واجب، أنا مؤمن، واجب أن أنا أؤمن بأن الرحمن على العرش استوى، والسؤال عنه بدعة. إيه؟ إزاي يعني؟ ما إزاي دي معرفة؟ لا يعلم الله إلا الله، لا يعلم الله إلا الله، كل ما خطر ببالك الله بخلاف ذلك. اي حاجة عقلك يروح يفكر فيها عن ربنا، ربنا عكس اللي انت بتفكر فيه تماما، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الاية الثانية اللي سأل عليها سورة الرحمن، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، اللي كان سأل عن يخرج منهما من البحرين يعني اللؤلؤ والمرجان، الحاجات النفيسة. ام هشام الله يسترها في العمرة كانت بتطوف 7 اشواط حول الكعبة، بتبدأ من عند اللمبة الخضراء. ايوه صحيح، هم عاملين لمبة كده خضراء عند الحجر الاسود اشارة للناس عشان الناس ايه تاخد بالها يعني. فكان معها 7 حصيات، فكل حصية كل شوط تخلصوا ترمي حصى، بس مش هنرمي حصى كده في صحن الكعبة. المهم طوافك صحيح لحد ما بقاش حاجة في ايديها، يبقى هي طافت كام يا حضرات؟ 7 اشواط طواف صحيح. بس وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي. احنا لو شفنا الشاية في المسجد الحرام، الشاية بنشيلها نحطها في سلة المهملات. وخلوني اوجه رسالة بالمناسبة ديت، ارجوكم يا حضرات، ارجوكم ارجوكم، احنا في الحرمين الشريفين وفي غيرها ما نرميش ورقة على الارض، ترميش منديل. الناس في رمضان ولا في ايام بيبقوا بيفطروا ولا بتاع، واللي رامي في ساحة الحرم واللي شرب في كوباية وسابها كده، لا يا حضرات، النظافة الطهور شطر الايمان، والحرمين كمان بالذات ده الواحد لو لقى الشاي يشيلها. من نسي، من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. في ابنها تقريبا نسي وشرب وهو صايم، الصيام تطوع لله، من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه، يكمل صيامه، فانما اطعم الله وسقاه. يا حاجه سهام تقبل الله حجك، حضرتك انت وزوجك حجت سنه 79، يا الله بقى 43 سنه، تقبل الله حجك مقبول ان شاء الله. هي بتقول انها ما ساعدتش السعي اللي هو بعد طواف الإفاضة، خلاص ولا تزعلي ان شاء الله ربنا يمن عليك تروحي قريب، تروحت عملت عمرتين قبل كده، لو حد قالك كنت انت ممكن تيجي تسعي السعي ده، تسعيه
تقول لي ده انا كان علي سعي من زمان اما اسعى هذا السعي. طب جوزك الله يرحمه مات، ممكن حد يسعه له؟ اه ممكن حد يسعه له، ينوي السعي عن فلان اللي نسي سعيه من زمان والحج مقبولة وزي الفل، مفيش اي مشكلة. يا ام ياسمين ربنا يمن على ياسمين بالزوج الصالح. فأثابكم غما بغم استصعدون، اللي جت في آل عمران. الموضوع يا حضرات، في غزوة أحد استشهد من المسلمين 70 شهيد، وكان سيد الشهداء سيدنا حمزة. سبحان الله، كانت هتبقى مصيبة، يعني هي نكبة كبيرة قوي على المدينة المنورة. 70 واحد من خيار الصحابة استشهدوا، ده ايه؟ هيبقى حزن ما بعده حزن. رحمة ربك تطلع إشاعة انه النبي قتل عليه الصلاة والسلام، فأثابكم غما بغم. فلما طلعت إشاعة أن النبي اتقتل، الناس اتغمت غم شديد، نسوا 70 واغتموا أنه النبي قتل عليه الصلاة والسلام. وبعدين طلعت الإشاعة دي كاذبة، فقاموا فرحوا بعد ما كانوا مغمومين، فرحوا. هي ديت فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. اللي عليها أيام، قلنا ثم ينفع تضحي بنية الأيام ديت؟ لا، لو تاخد الأضحية تطعم بيها عن كل يوم مسكين ينفع. كده انا وصلت لختام حلقتنا. اللي بتزين العروسة اذا زينتها لزوجها لا بأس في ذلك، انما تزين عشان امة الاله تتفرج عليها ما يصحش. اللي في عدة يا حضرات، اهم حاجتين، لا تتزين ولا تتخطب. اللي في عدة من زوجها سواء عندها 60 سنة او 70 سنة، اهم حاجة لا تتزين ولا تتخطب. اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في كل من شاهدنا واستمع وتابع وانتفع. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كل عام وحضراتكم بخير. سلام الله عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته.